هاي معاكم زوز، ان شاء الله تكونوا هاي. هاي معاكم زوزي، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كما كتبت لكم في السناب شات والانستغرام، اذا ما كنتم ضايفيني في السناب شات هذا حسابي، اذا ما كنتم متابعيني في الانستغرام هذا حسابي، انه في خبر جديد، في شيء جديد للقناه. الخبر الجديد هو زي ما انتم شايفين الشيء اللي وراي، الشيء الجديد عليكم هو ان نقلت انا بيت جديد. اما الشيء الجديد في القناه حتعرفوه بعدين، لانه دحين حاخذكم معايا على مكان جنب البيت الجديد بيع اكلات انجليزي واعرفكم عليها. يلا نروح. طبعا قبل ما نطلع من البيت ما ننسى نلبس الكمامه، حتى لو كان المكان مره قريب لازم نلبس الكمامه. وهذا هو اول اكل، اسمه سوتو، عبارة عن رز دجاج ومكرونة وبصل اخضر كذا خضار مكرون. هذه المكرونة اسمها ست جسمة، هكتبها تحت بس. ومرق، كنت هاخدكم على مكان تاني بس طلع مغفل خلاص. وهذا هو بيتي اول ما ادخله، في له موقفين للسيارات، موقف هنا والموقف الثاني هناك، في كمان جراج للسيارة. هنا المدخل، لو تبغون اصور لكم بلوك كامل عن جولة لبيتي اكتبوا لي هو تحت، ان شاء الله ان شاء الله اذا قدرت اصور لكم هو. غيرت لفة الطرحة، تقول لي تحت فين احلى، الاول او الثاني. قبل كم فترة ما نزلت الفيديو الرابع، اخر فيديو نزلته، واحدة من البنات رسلت لي انه الفيديوهات اللي انا نزلها في اليوتيوب كلها عبارة عن يوميات وما ادري ايش اشياء زي كذا. بس ما شفت القناة، اول فيديو نزلته كان عن مكان ترفيه في المدينة اللي عايشة فيها، وثاني فيديو كان عن القناة، ايش فكرة القناة وزي كذا، اللي هو كان المفروض يكون سياحي زي كذا زي كذا. شوفوا الفيديو اذا ما شفته. ثالث فيديو كان عن منخى فوق الجبل، ورابع فيديو كان اللي هو الفيديو اللي كلكم شفتوه عجبكم وزي كذا، اللي هو صورنا فيديو مفاجئ. ولانه عجبكم ذاك الفيديو اللي صورنا فيه المفاجئ وكان كله ضحك وابتسامات وزي كذا، قررت انه اخلي الفيديوهات الجايه كلها تكون على ذي الطريقه، انه ما يكون في القناه ولا شيء انه شيء حزين، شيء كئيب، شيء سلبي وزي كذا. عشان كذا قبل فتره ما حطيت هذا في الستوري، انه اكتبوا لي سلبيات وايجابيات الحياة في إندونيسيا وزي كذا، ما نزلت ولا سويت شيء عشان ما أبغى أغير، إنه أخلي أي شيء سلبي في القناة أو في حسابي أو أي شيء، أبغى كل شيء يكون إيجابي، لأنه لما المشاهد يشوف شيء سلبي أو حزين أو كئيب أو زي كذا أكيد حيأثر فيه، لكن لما يشوف شيء ممتع مضحك كذا مسلي وزي كذا أكيد كمان حيأثر، بس حيعجبه أكثر من شيء محزن أو حزين. في شيء ثاني، قبل كم يوم جانا اقتراح انه ليش ما اسوي في القناة فيديوهات قصص مرعبة وزي كذا، فكرت اوكي ممكن اسوي قصص مرعبة وزي كذا. اذا انتوا عاجبكم هذه الفكرة اكتبوا لي هي تحت، وان شاء الله كل شهر حقعد انزل لكم قصة، واذا شفت انه في دعم عجبتكم الفكرة مرة حصور انه مرة الاسبوع ده مثلا ده الاسبوع صور، اسبوعين لا، اسبوع تاني اصور، بين اسبوعين لا واسبوع تاني اصور. كل شيء طالع هناك لانه في اسمه الماني باك. وعندي كمان شيء ثاني، يمكن دي الايام احط بوست على حسابي في الانستغرام، احط لكم هو تاني هنا حسابي في الانستغرام وسنابي. اذا مو متابعين تابعوني، اذا مو ضايفيني ضيفوني، راح انزل بوست انكم تسالونا اسئله، وان شاء الله الفيديو الجاي حيكون الرد عن الاسئله او الفيديو اللي بعده، يعني في تلك الفيديوهات حسب هذا الفيديو كم حي. وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وتحطوا اللايك على الفيديو، وباي.